السلام عليكم الزول في الاول، الحمد لله راكم بخير. اليوم سميشه تاع الصح، دونك اليوم لو 10 ديسمبر. بو على بالكم باللي عندنا موعد مع الاعلام اليوم مع الشروق 12 مع الميلاد 3 وصباح ربي العالمين. دونك قلعنا السبعه والبوليسيه تاع البنات في ولاية جنوب قالوا لا، لازم تروحوا قبل كوميساريه. دونك صحه قاعد لحتى 10:30 ودوكا راهي 11:15 ورانا اسكورتي مع لابوليس. تشوفوا فيهم فوالا اسكورتي مع لابوليس، رانا رايحين لعدفلة بصح. شوفوا الساعة دونك 10:44، عندنا موعد الدير عاصمة 12، يعني امبوسيبل نلحقو امبوسيبل نلحقو. ما فهمنا والو مع هذا السيستم هذا تاع البلاد. على بالكم راهم يديروا السياسه كيما تاع الذراري اللي في الساده الاولى، سياسه تاع ذراري. على بالهم بلي اليوم كان لا وقفه لا والو في الجزائر، عندنا موعد مع الاعلام. راكم تشوفوا رانا اسكورتي مع على بوليس القدام والراون الفني لي دو كوتي. ترى ما عندناش مشكل احنا مع الامن يعني، بصح المشكل تاعنا مع هذو الناس اللي راهم يعطوا في التعليمات ما فهمناش. على بالكم بلي هذه الدولة الجزائرية لازم كاع نحتربوها، ولازم هذه الدولة الجزائرية تمشي نيشان ما تزيكزاكيش. بصح رانا نشوفوا بلي هذه الدولة هذو الناس اللي راهم يسيروا في الدولة راهم يزيكزاكو. البارح شفتوا بعينيكم درنا اللايف، رحنا لمستغاليب أليز، تعشينا في مستغالي فريمون أليز الحمد لله. يعني ما فهمناش يعني بلاد راهي مقسومة ولا كيفاه، يعني دان كوتي راهي مسقمة دان لوط كوتي راهي عوجة. فوالا ونا با كومبخي. دونك هذا هو الميساج تاع الصباح، راهي كيما قلت لكم 11 غير ربع، ونشوفوا واش يصرى في عيد دفلة. ونقول لكم السلام عليكم وتهلاو في رواحكم وتحية الجزائر.